صباح الخير وأهلا بحضراتكم في تغطية جديدة من تلفزيون اليوم السابع خاصة عن التعليم. امبارح انتهى طلاب صفوف النقل، الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي، من امتحانات شهر أبريل بنظام الامتحانات المجمعة. طبعا كل ده وسط إجراءات احترازية متبعة علشان يبدأوا الأجازة الصيفية. أدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان المجمع في مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان المجمع في مواد اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء، وطبعا مواد اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا، ده للشعبتين الأدبي والعلمي، وحضر 2,088,665 طالب وطالبة بالصف الرابع الابتدائي لأداء طبعا الاختبار المجمع، وبلغت نسبة الحضور حوالي 97.5%، وحضر 1,733,380 طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي بنسبة حضور حوالي 96.65%. أما بالنسبة لنتيجة الامتحانات وكيفية احتساب الدرجات، فالوزارة أكدت أن درجات الطالب في الفصل الدراسي الثاني التي تشمل امتحاني شهر مارس الماضي طبعا وأبريل الجاري تضاف إلى الدرجة التي حصل عليها التلميذ في الفصل الدراسي الأول للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي. يعني بيتم جمع درجات طالب اللي حصل عليها نتيجة الطالب في امتحانات شهر مارس وشهر أبريل مع بعض، واللي طبعا المجموع الكلي ليهم بيكون حوالي 50% مع مجموع درجات الترم الأول اللي بتمثل تقريبا 50%، وبعد كده تحسب درجة الطالب النهائية. أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الترم الأول خصصت له الوزارة حوالي 50% من درجة المادة، إضافة إلى 50% مخصصة لامتحاني مارس وأبريل بعد إلغاء امتحان مايو اللي كان مقرر له أن يعقد الشهر المقبل. أوضحت أيضا أن 50% المخصصة للترم الثاني كان من المقرر أن توزع على 3 امتحانات، ولكن بعد توقف العام الدراسي ستوزع على امتحاني مارس وأبريل. أما بالنسبة لمصير الطالب اللي مش هيحقق نسبة النجاح بعد إضافة درجات الترمين ونتيجته هتكون أقل من 50%، أكدت الوزارة أنه هيتم عقد امتحان تكميلي للطلاب اللي ما حققوش نسبة النجاح في شهر مايو المقبل، والامتحانات دي هتكون في المواد التي لم يحقق فيها الطالب نسبة النجاح ومش في كل المواد الدراسية. بالنسبة بقى لموعد إعلان النتيجة، فالوزارة أكدت أن المدارس بتقوم بتصحيح كراسات الإجابة للطلاب أول بأول، ومن المقرر إعلان نتائج امتحانات شهر أبريل ونهاية العام الدراسي نهاية الأسبوع المقبل بعد العودة من الإجازات الرسمية. وأشارت أيضا إلى أن المدارس ملتزمة بتصحيح الامتحانات المجمعة من خلال لجان وضم معلمين حسب التخصصات المختلفة. طيب، كشفت الوزارة أيضا وأن نسب النجاح هتكون مرتفعة، هي دي مصادر كمان أكدت لنا في تلفزيون يوم السابع أن نسب النجاح هتكون مرتفعة بين الطلاب الذين أدوا الامتحانات في الصفوف من الرابع لغاية الثاني الإعدادي، خاصة أن الطالب الذي أدى 3 امتحانات، واحد في الترم الأول وامتحانين في الترم الثاني، وبالتالي الطالب اللي أخفق في أحدهم استطاع أن يعوض في الامتحان الآخر، ومن ثم ستكون النتائج مرتفعة. ده بالإضافة كمان أن توزيع المقررات الدراسية يمكن للطلاب طبعا أن يقوموا بإلمامها بشكل سهل جدا، والإلمام بيها الإلمام بالمنهج الدراسي لامتحان كل شهر، وبتكون طبعا العملية أسهل. بالنسبة للطلاب في المرحلة الثانوية الصفين الأول والثاني هيتم تصحيح الامتحانات من قبل الإدارات والمدارس، ويتم أيضا تجميع نتائج على اسطوانات وإرسالها إلى المراكز القومية للامتحانات والتقويم التربوي علشان يتم تحليل تلك النتائج بشكل جيد
بعد أداء الطلاب الامتحانات المجمعة لشهر أبريل، وخاصة بعد أن تم وقف الدراسة واعتبار امتحان أبريل هو الاختبار اللي هيحاسب الطالب عليه، وبيعتبر امتحان الترم الثاني في حال عدم حصول الطالب على 25% من الدرجة العظمى أو 50% من درجات النهاية لمجموع درجات الورقة الامتحانية، تعتبر نتيجة الطالب في هذه الحالة عدم اجتياز، وهيكون ليه امتحان تكميلي في شهر مايو، وموعد الامتحان التكميلي هيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة. أخيرا بالنسبة لإعلان النتائج، فسيتم إعلانها على موقع المدارس والإدارات التعليمية، إضافة إلى نسخة في كل مدرسة يمكن للطالب الحصول على نتيجته سواء إلكترونيا أو من خلال المدرسة بشكل مجاني دون أي مقابل مادي. انتهت هذه التغطية، شكرا لطيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات أخرى على مدار اليوم في اليوم السابع والى اللقاء.